عاملين النهارده؟ رجعنا لكم تاني من برنامجنا فاتشلي فاتشلي وقناتنا امبارح ساره. حلقتنا النهارده بتتكلم عن حديث الساعه اللي كلنا الازمه اللي كلنا بنمر بيها وهي الكورونا فيروس. خلي بالكوا كويس قوي 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 ان احنا عندنا شويه كونسيلي كده مهمه جدا وزاره الصحه دايما بتنصحنا بيها. حبيت ان انا اجيب الكونسيلي دي ونعرفها مع بعض بالايطالي عشان نتعلم ونتعرف على كلمات جديده مهمه جدا 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 وهتفيدنا على طول، وفي نفس الوقت يبقى استفدنا من شويه الكونسيلي دي. تعالوا نشوفهم مع بعض، يلا بينا. نمره 1 لافارسي سبيسو لي ماني كون اكوا اي سابوني او كون ديسينفيتانتي. كي سينيفيكا كويستو؟ ايه معنى الكلام اللافانيا ده؟ ان انا عندي لافارسي يعني غسل سبيسو دايما لماني الايد كون اكوا، اكوا يعني ميه، اي سابوني اللي هو الصابون، او كون ديسينفيتانتي او اللي هو المحلول المطهر. يبقى انا عرفت في الجمله دي يعني ايه لماني، يعني ايه اكوا اللي هي الميه، وكمان سابوني وديسينفيتانتي اللي هي المطهر او المحلول المطهر. تمام كده، يبقى دي رقم 1 في الكونسيلي في النصايح ان احنا يا جماعه نغسل ايدينا كويس جدا بالميه والصابون او بالمطهر. نشوف رقم 2، يلا بينا. evitare toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate. ايه معنى الكلام ده؟ evitare يعني تجنب، تمام، toccare لمس، تمام، gli occhi العين، il naso الانف، او لا بوك او البوك، كون ماني نون لافاتي بايدين نون لافاتي يعني مش مغسوله. الناس طبعا هتقول قاعده تلمس ايديها وهنا وهنا وهي بتقول نون توكاري ما نلمس، هقول انا غسله ايدي كويس على فكره. تمام تمام، يبقى طلعنا بكلمات مهمه جدا من الجمله دي زي اوكي العيون، نازو الانف، بوكا الفم، e mani o id un nafo non lavate mesh maxmila. evitare contatti ravvicinati con persone presenti non sintomi di malattia. معنى الكلام ده evitare تجنب، evitare يا جماعه تجنب، contatti ravvicinati اللي هو التواصل عن قرب او الاختلاط من قريب، con persone مع اشخاص، وادي كلمه تانية مهمه جدا persone يعني اشخاص ومفردها persona شخص، presentino sintomi di malattia يعني يبدو عليهم او ظاهر عليهم، sintomi di malattia يعني اعراض المرض، malattia مرض، sintomi اعراض، اعراض المرض. اوكي، بعد كده عندي restare a casa البقاء في المنزل، ان احنا نفضل في البيت، se si hanno problemi di respirazione o raffreddore. اول ما حد يحس ان هو عنده مشاكل في respirazione تنفس يا جماعه، تمام، بروبليمي دي ريسبيراسيوني مشكله في التنفس او ضيق نفس، رافريدوري تمبراتورا الت درجه حراره عاليه، رافريدوري يعني حاسس ان هو جاله حمى ودرجه حرارته عاليه، لازم يعمل ايه؟ ستاري ا كازا، يفضل في البيت على طول. تمام، عندي بعد كده ايفيتاري باتشي تجنب، ايفيتاري ايفيتاري تجنب يا جماعه مهمه جدا، باتشي يعني ان احنا نبوس بعض، باتشي السلامات اللي دايما بنعملها دي، ايه ابراتشي والاحضان، ستريتي دي مانو اللي احنا بنعملها دايما بقوه كده بايدينا، وكمان السلامات، تمام، سالوتاري كوالكونو ان انا لما اجي لحي حد مش لازم اسلم بالايد، خلينا كده من بعيد لبعيد، هاي باي، تمام. اوكي، عندي اخر حاجه سترانو تيري توسيري كوبريندوزي لا بوكا كون اون فاتسوليتو. ايه معنى الكلام ده؟ سترانو تيري يعني عطشي العطس، لما اجي اعطس اسمها سترانو تيري ده الفيربو، وتوسيري اللي هي لما حد بيكح الكحه، كوبريندوزي مغطيه ان انا اغطي كده، كوبريري فيربو كوبريري يغطي، لا بوكا لا بوكا قلناها فوق البق، تمام، كون اون فاتسوليتو ده اسمه فاتسوليتو دي كارتا، فاتسوليتو فاتسوليتو دي كارتا. شايفينها كلنا؟ يبقى انا عندي عرفت كمان فاتسوليتو دي كارتا اللي هو المنديل الورق، وكمان كوبريري كوبريري غطي كده، والمهمين قوي توسيري وسترانو تيري هاتشي. تمام تمام يا جماعه، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا الكلمات المهمه جدا، يا ريت تتفرجوا على الفيديو تاني وتبداوا تاخدوا الكلمه من على السبوره وتكتبوها عندكم بمعناها، واهم من ده كله ان احنا نعمل
نعمل بالكونسيلي دي كويس قوي، بالنصايح بتاعتنا دي كويس قوي، وان شاء الله الازمه دي تعدي على خير. اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامجكم فاتشلي فاتشلي، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اشترك في القناه وشيرها كتير لكل الناس عشان يستفيدوا معانا بحلقاتنا. معاكم ساره البحيري، تشاو تشاو.